لحظة يفخر بها كل أهلاوي وكل مصري، إن صرح كبير من أحد من القلعة الحمراء هيفتتح إن شاء الله يوم 1/6. النهاردة اليوم زي ما يعني حاج شفت كده وكل الأجواء اللي موجودة، كان كابتن محمود الخطيب اقترح إن يبقى في لجنة تواجد، لجنة العضوية جوه فرع التجمع. يعني دايما بنعمل لجنة العضوية في المقر في الجزيرة، فكابتن محمود الخطيب ادى تعليمات ان احنا نبدا هنا في التجمع الخامس. اقبال زي ما حضرتك شفت اليوم، اقبال غير طبيعي من الراغبين في العضويه، وكانت فكره طبعا جميله جدا ان احنا نتواجد في وسط النادي مع الاعضاء، لدرجه يعني زي ما حضرتك لاحظت في من الساده الاعضاء الراغبين عمالين يكلموا ناس على اساس ان يلحقوا فرصه النادي، لان طبيعي في اي وقت ممكن العضويه تزيد، لان بالعضويه مبلغها زايد جدا مقارنه بكم الانشاءات وكم ما تم عمله بفرع القاهره الجديده، فرع التجمع الخامس. حاجه مفخره، حاجه يفخر بها كل اهلاوي وكل مصري. كم انشاءات في اوقات مؤسسات كثيره قوي بتقلص اعمالها للازمات الماليه اللي موجوده في العالم كله، لكن سيظل النادي الاهلي له الرياده في كل المجالات. هو دايما لما بيجي يفتتح فرع النادي بيبقى مثلا 50% 40% 30% من الانشاءات كملت، الحمد لله 80% من جميع الانشاءات تمت جوه النادي الاهلي. اولا اللي هي المرحله الاولى اللي فيها البنيه التحتيه كلها اتعملت. كم بقى الانشاءات اللي متواجده نفسها جوه النادي واصلين حوالي 80%، وده رقم يعتبر في افتتاح نادي حاجة مبهرة يعني. الحمد لله الحمد لله الإدارة التنفيذية بتقوم بدور معانا على أكمل وجه، بالخاطر الدكتور سعد شلبي سخر كل الإمكانيات بتاع إدارة الاشتراكات وإدارات معاونة متواجدة النهاردة فرع التجمع الخامس. الأستاذ عز حلمي مدير عام الاشتراكات مع الأستاذ محمد رمضان مدير الاشتراكات الجزيرة، الأستاذ تامر مسؤول اشتراكات التجمع، وكل العاملين في إدارة الاشتراكات بصراحة وإدارات أخرى قمة التعاون. يعني الناس دي بسبب الضغط الكبير جدا على العضويات اللي موجود اليومين دول، بقالنا فترة يعني تقريبا بيمشوا من النادي الساعة 10 11 بالليل عشان يكملوا الإجراءات ويسرعوا بالإجراءات للأعضاء.